إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. حرقة القدمين. حرقة القدمين هي الإحساس بحرقة مؤلمة في القدمين، ممكن تكون بدرجات متفاوتة، خفيفة أو شديدة، وممكن تتسبب في أن الشخص ما يعرفش ينام، وممكن يكون معاها إحساس بتنميل أو زي شكشك الدبابيس في القدمين. حرقة القدمين بيكون سببها التهاب في الأعصاب الطرفية، وده ممكن يحصل بسبب السكر، وده أشهر سبب، أو نقص فيتامين به المركب، أو التعرض لبعض أنواع السموم، أو تناول الكحوليات، كسور الغدة الدرقية. لكن أشهر سبب ليها على الإطلاق هو تأثر أعصاب القدمين من مرض السكر. حرقة القدمين علاجها بيكون أولاً بعلاج السبب اللي عملها، وممكن نعطي للمريض ده بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية اللي بتحسن من أداء الأعصاب. لكن المهم جداً بصفة خاصة هو مريض السكر اللي بيعاني من حرقة القدمين، لازم يلجأ للطبيب فوراً لو أصيب بجرح مفتوح في القدم، ولازم يهتم بنظافة هذا الجرح جيداً وتطهيره، لأنه لو أهمل الجرح ده ومدلوش العناية الكافية ممكن تتطور الأمور لما هو أكبر من كده وما يسمى بالقدم السكري ومضاعفاته الكبيرة. فاصل وهنسمع معلومة تانية. بعض الناس بيعانوا من صعوبة في بدء النوم، ممكن يقعد على السرير بالساعة أو الاتنين مش عارف يخش في النوم. للتغلب على اضطرابات النوم بالليل في بعض النصائح ممكن تفيد جدا بدون الحاجة لاستخدام الأدوية المنومة. اللي بيعاني من صعوبة في بدء النوم، أولا لازم يقلل من النوم في فترة الظهيرة. لو كان متعود ينام لفترة طويلة في النهار يفضل أنه يحاول يقلل شوية من الفترة دي، ويفضل أنه يحاول يلتزم بمواعيد ثابتة يوميا. مواعيد النوم تكون ثابتة، ينام في ميعاد ثابت ويصحى في ميعاد ثابت. تنظيم مواعيد النوم بيفيد جدا في الوقاية من اضطرابات النوم. نمرة 2، لابد من تقليل شرب القهوة والشاي وتجنب شربهم قبل موعد النوم بثلاث ساعات، ولابد من تجنب القيام بنشاط بدني عنيف زي التمرينات الرياضية العنيفة أو الجيم على الأقل أربع ساعات قبل النوم. وعند الذهاب للنوم يفضل أن نخلي حجرة النوم مظلمة بالكامل وهادية تماما، بعيدة عن أي مصدر للضوضاء. ده بيساعد كتير على النوم الهادئ. ومن الحاجات اللي بتساعد جدا على تجنب الأرق والحصول على نوم هادئ عدم تناول وجبات تقيلة قبل النوم، وتجنب الجلوس أمام الشاشات زي التلفزيون أو الكمبيوتر أو الموبايل، لأن الحاجات دي قبل النوم مباشرة ممكن تصيب الشخص بالتوتر وتؤثر بالسلب على دورة النوم الطبيعية. دمتم في صحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.